قالت جمعية الشعر لعلم الفلك إن أول أيام عيد الفطر سيكون الجمعة الخامس عشر جوان وقالت الجمعية في بيان لها اليوم إنه بناء على الحسابات الفلكية سيتم اقتران أو ولادة شهر جوال شوال يوم الأربعاء الثالث عشر جوان أي يوم قبل تسع رمضان على الساعة الثامنة وثلاث واربعين ليلا بالتوقيت المحلي والمده الطويله بين لحظه الولاده ووقت تحري الهلال بالعين المجرده في مساء يوم الخميس ستجعل رؤيته ممكنه ويسيره، كما تؤكد الجمعيه ان الجدل كل سنه تقريبا بشان رؤيه الهلال يرجع في معظم الاحيان الى مزاعم رؤيته بالعين المجرده في حين ان المعايير الفلكيه تنص على استحاله الرؤيه.